اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، خليها سمك النهارده. معانا البلطي من خير مزارعنا، الثلاثه في الكيلو والاربعه في الكيلو، مش هو ده الموضوع. ازاي اعمل السمك البلطي بطريقه جديده سنجاري؟ هنشوف نعمله مع بعض ازاي ونتلاشى الزفاره وتكليف البيت، وانصحك اكله السمك تعملها في البيت بدون زفاره. معانا سمك بلطي في المقادير او الماتيريال بتاعنا والمشتريات بتاعتنا. اعتقد ان السمكه وزنها ب 600 جرام ومعانا واحده 500 جرام، يعني احجام كبيره. يفضل السنجاري احجام السمك تكون كبيره، ولما نجيب البلطي كمان نعمله مخلي او ناخد الفيليه بتاعه تكون احجامه كبيره. انا بفضل المالي يكون صغير والمشوي يكون صغير، اما هنشغله حاجه غير مشوي ومالي احجامه تكون 500 جرام فيما فوق. معانا كاليماري النهارده هنعمله طاجن، هنشوف نعمله طاجن النهارده ازاي، فاهيتا على طريقه الخاصه اللي تعجبكم، ونتلاشى مشاكل عمليه الكاليماري يشد معاك زي الاستيك وما تقدريش انك انت تاكليه ويقعد يمضغ كتير في بقنا بدون ما يتهضم، فازاي اقطم الكاليماري ده كانه فستق حلبي او السبيط. معانا مانجا النهارده، والمانجا في الموسم السنه دي جميله جدا ومتفوقه على كل الفواكه، وخاصه بتاعه خير ارضنا بنصدرها للدنيا كلها. هعملها النهارده ايس كريم بطعم الليمون، هحول المانجا وطعم المانجا لطعم الليمون ايس كريم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مش عايز اطول حضراتكم لان النهارده في شغل كتير بجد، وفي فكره طهويه بسيطه بماتيريال او بمقادير او بفلوس قليله جدا تقدر تخش المطبخ تعملي اللي نفسك فيه. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معانا سمكة البلطي من خير مزارعنا، بيبان طيبة الأرض وطعم الأرض المصرية في لون السمكة، سبحان الله. مزارع البلطي عندنا ومزارع البوري بنصدره لكل الدنيا، السمكة لونها واخدة اللون الفسفوري على اللون البرونزي الجميل، عين السمكة متدلعة. ولكن إزاي أعمله من غير ما يكون في زفارة سنجاري؟ السمكة بتتفتح من ظهرها مش من بطنها بالشكل ده كده. معانا المخرج الجميل الشاطر والاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. السمك يتفتح طبعا من ظهره، وانا بوفر على حضراتكم الوقت ده لان عارف انك انت شاطره، ممكن توصل راجل السماك هيغسله يشيل لك الصدف بتاعه، يمسك السمكه تتفتح من ظهرها تبان شكلها حلو كده، بتعرفي السمكه ان هي نظيفه والمزارع بتاعتها نظيفه والرعيه بتاعتها نظيفه من لون اللحم بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده كده. ولازم السمكه تكون رايقه وفايقه. هخلي السمك ده قدام عينيا كده واعمل له تتبيله دلوقتي لطيفه جميله واشمعه. ايه مصطلح تشميع السمكه السنجاري قبل ما نحط عليها الخضره؟ هنشوف مع بعض دلوقتي حالا. بجيب بوله ازاز او اي طبق عندك، مالكيش دعوه بالمصطلحات اللي بقولها دي، ده شغل الهوا. يعني طبعا لازم اطلع ببوله ازاز، والطبقات اللي حطيتهم في طبق او في كاسرولة او في طبق فخار محدش هيقول لك لا، المطبخ كنت حره فيه، مملكتك كنت حره فيه. تعالوا نعمل التتبيله الحلوه مع بعض. ثوم طازه باطراف اصابع ايدي كده، شويه شبت. معلش انا بطلع بالخضار متقطع، اذا كان بصل متقطع اذا كان ثوم مفروم، اختصارا لوقت البرنامج بتاعنا. وقت البرنامج بتاعنا لا يتعدى ال 45 دقيقه صافي،
فانا لازم بقدر الامكان انجز فيهم واطلع منتج جيد جدا عينك تشوفيه. فاذا كنت بطلع بالخضار متقطع والتفاصيل دي كلها احنا عديناها ومعدينا مراحلها من زمان، دي الف باء مطبخ. احنا مع بعض دلوقتي وصلنا للعالميه مع بعض، لان في عشره بيننا وفي حب بيننا. فان انا اقطع بالخضار متقطع كده والثوم والحاجات دي كلها، ده عادي بالنسبه للشيف المغازي. حلو الكلام. لما اقول باطراف اصابع ايدي باخد شويه شبت، يعني عود شبت، ما كترش اكتر من كده عشان الموضوع الطعم ما يطلعش مني. حلو الكلام. مع الثوم بالشكل ده كده. حلو الكلام. حلو الكلام. هنحط زيت زيتون والبهارات بتاعتي، كمون وكزبره والسمكه طالما هي لونها حلو بالشكل ده كده، ما كترش توابل كتيره عشان انا مش بعمل شاورما. طعم الشاورما دايما بتلاقيه طعم التوابل ظاهر كتير. احنا بنعمل سمك هنا. نصيحتي ليكي في اكله سمك حلوه بتعمليها، ما تكتريش التوابل في السمك علشان تعرفي نوع السمك. حلوه دي جت معايا ازاي امبارح، زي مثلا سداسي التكوين شفناها امبارح معايا استاذ رحاب، سداسي التكوين المكرونه. حلو. النهارده ما نكترش بهارات السمك عشان نعرف نوعيه السمك. كل ما تكتري البهارات كل طعم السمك هيهرب منك. حلو الكلام. بهاراتنا معروفه، كمون، كزبره، بابريكا، شويه ملح، شويه فلفل، كل دول مع بعض مع عصره ليمون. مع عصره ليمون. حلو الكلام. هنقلب التتبيله الحلوه دي يا عم الشيف. دي معلقه نشا صغيره، شفت؟ بص هي دي اهي هي دي على الخلطه دي. دي التركيه بتاعه المغازي، شفت معلقه النشا الصغيره دي؟ بس خلاص هنقلب الخليط ده كله مع بعضه. بقى عندنا شكل كريمي كده حلو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ ثوم، سنه شبت صغيره يعني عود شبت متقطع مفروم ناعم، زيت زيتون، ملح وفلفل، كمون، كزبره، بابريكا اختياري، دي انا بحبها دايما في الاكل بتاعي. حلو الكلام. ممكن تحط شمر ناعم، الشمر مطلوب في المقلي بالذات، اما في السنجاري مش مطلوب قوي لان الريحه بتاعته، ده لازم يتاكل كريسبي مع الخلطه او التوبنج بتاعه. ده الشمر. الشمر ايه هو يا عم الشيف؟ بذور الشبت المفرومه ناعمه. حلو. كل ده مع بعضه مع عصره ليمون، وقلبتهم بالشكل ده كده. حلو الكلام. حلو الكلام. هنمسك السمكه دي بايدي كده واجي هنا واخد الخلطه دي كده وادلعها. لحم السمكه كده اهو. حلو. وارصها في الصينيه. الله عليك يا عم الشيف. كمان واحده مع بعض اهو. تتبيله زي دي كده اهو، في بطن السمكه، في راس السمكه، في ظهر السمكه، ديل السمكه، سلسله السمكه. التتبيله دي لازم تخش كل حته في السمكه. حلو الكلام. واحطها كده نفس القصه. ويفضل انك تشتري السمك الكبير 500 جرام فيما فوق عشان تلاقي في السمكه لحم. السمكة تتفتح من ظهرها مش من بطنها. حلو يا عم الشيف. واحطها هنا كده. حلو. واحدة كمان اهي، شوية الخلطة دول كده زي ما انا شغال كده. اسمه تشميع السمكة. شمعها وادخلها الفرن دلوقتي في درجة حرارة 180، والصينية دي لها مكان في الفرن. حلو. مكانها دي كده. حلوة. تمام يا عم الشيف. زي ما هما كده هناخدهم ندخلهم الفرن. هو ده السنجاري؟ لا، ده لسه الموضوع له حكاية. شبكة الفرن فوق بالشكل ده كده. باخد السمك وتكون درجة حرارة الفرن عالية جدا. أشمع السمك. لازم الخلطة دي تمسك في جلد السمكة وتشمع جوه السمكة، وأشم ريحة الشماخة بتاعت البهارات مع لحم السمكة. هي دي الفكرة كلها. يلا بينا ندخلها الفرن مع بعض. يلا بينا. زي الفل. مكانها هنا
في الشكل ده كده، عينيا الاثنين. الله، يلا بينا. حلوه، نبص عليها بصه نظره الوداع. سمك من خير مزارعنا اتفتح من ظهره، خد تتبيله، خبره طهويه، فن طهوي. حلو الكلام. هناخد بعضينا ونطلع فاصل، ومعانا السمك من الفرن بخبره التصوير وفرسان التلفزيون المصري. هنرجع نعمل الكشنه، الخلطه، الحشوه بتاعه السنجاري مع بعض، بتاعه المغازي المختلفه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل الخلطة أو الكشنة أو التتبيلة أو الحشوة بتاعة السنجاري، بتختلف من مطعم لمطعم ومن بيت لبيت ومن ست طيبة لست طيبة. يعني بعد بيحطها ني في ني، وأنا ضد الفكرة دي. الخلطة لازم البصل يستوي على النار قبل ما نحط جوه السمكة، عشان ما نشمش ريحة البصل اللي مش لطيفة وأنا باكل السمكة، تغطي على ريحة السمك. خلي بالك من المدرسة المغازية دي. هاخد البصل بتاعنا الجميل الحلو ده كده، ونقطعه مع بعض شرايح بالسكينة كده. معانا طاسة شديدة الحرارة، الطاسة دي بتسخن جامد، عشان هعمل تركاية دلوقتي. أكرمل البصل قبل المادة الدهنية اللي هي الزبدة والزيت. يعني ايه تكرمل البصل؟ نعمين عايزها. عايز أكرمل البصل ده، يعني ايه يا عم الشيف؟ اخده كانه مشوي، فلازم الطاسه تسخن على النار جدا، وانزل بالبصل ده من غير اي ماده دهنيه، واقلبه شويه. يوم يحصل تعارف ما بين درجه الحراره بتاعه الطاسه والسكريات والكرمله بتاعه البصل، تديني ريحه طيبه كانك بتشوي بصل. جرب اللي انا بقوله ده كده، لان التجارب دي والخبرة دي مش من فراغ. خلي بالك، شوية بصل حلوين كده، وازاي اخليهم ياخدوا طعم السمك؟ هنشوف الكلام ده مع بعض في التفاصيل. هناخد البصل ده كده بعد التقطيع الحلوة دي كده، خلي بالك من ايدك، وهننزل بيه في قلب الطاسة من غير اي مادة دهنية. طاسه، بص، جيب لي الطاسه بالله عليك، ما فيهاش حاجه. يلا. فيهاش لا زيت ولا زبده ولا سمنه، اصلا احنا ممنوع استخدام السمنه في السمك. يا اما زيت يا اما زبده. وانزل بالبصل كده من غير اي حاجه خالص. هنشم ريحه لطيفه جدا دلوقتي. حلو، واقلب البصل ده كده من غير اي حاجه خالص. اللي انا بقوله ده انت ممكن ما تقتنعيش فيه، ما عندكيش الجرأة في انك تحط بصل على النار في طاسة شديدة الحرارة من غير زيت او من غير سمنة. لا، جربي اللي انا بقوله ده كده، وفي الاخر هتشوف حاجة حلوة. وهغطيها كمان للأسف. يلا، كبرت في راس، هغطيها بالشكل ده كده. الطاسة على النار، ما حطيتش فيها لا زيت ولا زبدة ولا سمنة. التركاية اللي انا عايز اوصلها للسادة المشاهدين، ازاي اخد طعم البصل المشوي من غير لا زبده ولا زيت ولا سمنه في طاسه شديده الحراره. حطيت روزماري ونعناع. ليه الروزماري والنعناع يا عم الشيف؟ عشان الناس الكارهه لريحه السمك، بس الريحه بتاع ريحه البصل، ريحه البصل هنا من غير ثوم. هنسيبه زي ما هو كده ونغطي الحله بتاعتنا. ما حطيتش لا زبده ولا زيت ولا سمنه. وخلي قلبك قوي كده وعندك ثقه في عملك وفي شغلك، لان معاك الشيف المغازي سند ليكي في المطبخ. حلو، بدأت البصل لونها يتغير، بدأت السوائل بتاعتها تنزل، بدأ الروزماري ياخد من طعم البصلة، والبصلة تاخد من طعم الروزماري، والنعناع بتاعنا الجميل الحلو هغطيها. حلو، معانا طماطم
نعم يا غالي، والله انت ابن حلال. بيقول لي الكسرولة دي والبولة اللي كنت عامل فيها تتبيلة السمك، انت عايزها؟ ما تشيلها يا شيف، ده دي بقى انا محافظ عليها، خلوا بالكم مطلوبة عشان عايزها ضروري. ليه يا عم الشيف؟ عشان هاخد الطماطم دي بعد ما اقطعها هسقطها فيها، لان مكانها توابل، والسمك عندي بيتشمع في الفرن، والبصلاية هنا بتتكرمل مع نعناع وروزماري. قطعت الطماطم بالشكل ده كده حلو. ناخد الطماطم ده بعد التقطيع الحلوه دي كده، بنسقطها هنا مكان تتبيله السمك. الله عليك، واحده واحده مع بعض كده واحنا شغالين. معايا شويه كرفس بنزل بوم هنا كده، معايا شويه ثوم بنزل بوم هنا كده، معانا مكعبين من الزبده بننزل بوم هنا كده. شوف بقى الشغل ده، هو ده الجو بتاعك. حطيت ايه هنا يا عم الشيف؟ حطيت كرفس، حطيت طماطم، حطيت ثوم، حطيت ملح، شويه البهارات بتوعنا، كمون، كزبره، نفس التوابل اللي انا حطيتها على السمكه، كمون اساسي، كزبره ناشفه، والملح والفلفل، مش هحط توابل تانية. والبصلايه بتتكرمل على النار، اخد التوابل دي كده مع الخلطه دي كده واقلب كده. زبده، طماطم، كرفس، ثوم، ملح، فلفل، كمون، كزبره. دي بقت سلطه، من غير الزبده بقت سلطه، بس انا حاطط الزبده لهدف، لغرض نقلب البصلايه. ايه الاخبار؟ ما اتحرقتش يعني يا شفيق زي ما قلت. هناخد الروزماري طلعه من هنا نحطه هنا، نعناع الاخضر نحطه هنا في الميه وانا شغاله. دي العالميه. وميه بتغلى على النار. ايه الاخبار؟ زي الفل. بص على البصله بالله عليك، عشان موضوع البصله دي، عشان نوصل للمرحله دي من الابداع، دي سنين خبره، لا زيت ولا زبده، والاساتذه المصورين حبايبي شاهدين على كده. البصلايه اتفلفلت، اتكرملت، اتحمرت. شفت الحلاوه؟ شفت الروقان؟ هو ده. حلو، نعمل ايه يا عم الشيف؟ ننزل بالخلطه دي. الله، حلو قوي. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. حلو، نشوف الاخبار. هو ده. ايه السنجاري الجميل الحلو ده يا شيف؟ تسلم ايدك يا طيب، ده انت تاكلها كده نيه زمان من غير اي حاجه خالص. انسى انك تشم ريحه بصل في قلب السمكه، تبقى السمكه غاليه، سعرها غالي. حلو الكلام. وفي الاخر ندخلها الفرن، او نيجي في طريقه التسويه بتاعتها، نبقوا شامين ريحه بصل واحنا قاعدين بناكل السمكايه، اذا كانت بولتي ولا سنجاري ولا قاروص ولا امور. البصل جت ريحته منين؟ قله خبره، عدم اهتمام. شفت ده مهم جدا على فكره، يعني تهتم بالبصله اللي هي اقل حاجه سعرا واقل حاجه تكلفه، رفعت لك من شان الاكله اللي بتعمليها ومن روح الاكله اللي بتعمليها. شفت الجو ده؟ زي الفل، زي ما انا بقلب كده زي الفل. باخد شقشاء ميه من اللي عندي ده كده. نعم يا غالي، طبعا الروزماري والنعناع لما حطيته في الميه غير لونها. دي اللي اسمها الكشنه او الخلطه او التوبنج او الحشوه، مسميات كده، مصطلحات طهويه ملناش دعوه بيها. كشنه دي هتتحط في قلب السمكه. بوري شغاله، بولتي شغاله، قاروص شغاله، صينيه سمك شغاله، هنعمل طاجن كاليماري ممكن ناخد منها شوي. دي بتاعت السمك. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ والله اللي انا بقوله ده اللي هو الحصاد الانسان، عشان لما الشيف المغازي بعد عمر طويل يبقى حط اسس للمطبخ وفكر طهوي كبير يدرس. بصلايه في حله على النار من غير لا زبده ولا زيت ولا سمنه
خدت اللون الكهرمانة وخدت طعم السمك وكرملة السمك وريحة البصلاية، ومفيش هنا الريحة اللي هي مش ظريفة بتاعة البصل، وحضراتكم عارفينها مصطلحات مالناش دعوة بيها. أهم حاجة إن أنا دلوقتي واقف قدام الكاسرولة أو الطاسة فيها بصل وفيها كشنة أو خلطة أو حشوة لطيفة وجميلة، أسيبها تاخد غلوة على النار وناخد بعضينا ونفتح الفرن ونشوف أخبار السمك إيه، لأن دي لازم تغلى على النار شوية. حلو الكلام؟ آه. بالله عليك خش براحتك بقى الفرن وأنت مطمئن. آه. ونطلعها من الفرن مع بعض. يلا بينا. تفاصيل، ايه الحلاوه ده؟ هطلع لك دلوقتي حاجه صوره تدلعها اخر دلع وانا معاك اهو. حلو، هناخد السمن الصينيه اللي في الفرن نطلعها ونبدا نرسم لوحه فنيه، ده مطلوب. حلو الكلام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه دي هتتحط على السمك دلوقتي، بس مش دلوقتي. يا حبيبي طلع السمك بتاعنا، بص على الدلع ده كده، الله. يلا بينا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنوزع الخلطه دي، بس اشوفها تاخد غلوه كده، هسيبها انا دي ما ينفعش تحطها غير لما تاخد غلوه. هناخد الليمون ده كده نقطعه، معانا الخلطة الحلوة دي كده، نبص عليها. يلا بينا، يلا بينا في قلب السمكة، نبدأ من عند الرأس. حلو، نفس الطريقة كده، نفس الطريقة كده، نفس الطريقة كده. هتاكل الصوص او الكشنه او الخلطه دي وتسيب السمك بالشكل ده كده، واخد شويه بهريز من دول كده انزل بيهم على لحم السمكه. شفت الافتكاسه دي؟ شم انت بقى ريحه البصلايه الحلوه في شويه الصوص اللي نازلين دول كده، اللي هي ايه؟ كرملت البصله من غير لا زبده ولا سمنه ولا زبده، حلوه زي الفل. درجة حرارة الفرن ما زالت مستمرة. أخد الليمون الحلو ده كده، الله الله عليك. إزاي تعملي أكلة سمك في البيت من إيدك الحلوة لأولادك لأسرتك؟ ضمنت غسيل الخضار، ضمنت نظافة الحاجة، أدخلها الفرن ولا أسيبها تتفرج عليها؟ بالله عليك آمر. حلو، أروح ليمين، قول لي أدخلها الفرن يا مخرجنا حبيبي؟ حبيبي إيه؟ قول لي بس دخلها عينيا، أنا مستنيك تقول لي والله. ها؟ طب شفت إزاي أنا عارف إنك أنت عايز تقول حاجة؟ خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير. مخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه لان هو عينه كده تشوف الحاجه الحلوه. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هندخل دي الفرن، علشان المفروض تخش الفرن لمده 20 دقيقه يحصل انسجام وتعارف ما بين الكشنه او الخلطه او التوبنج او الحشوه اللي انا عملتها بتكنيك طهوي وحطيتها على السمك بعد التشميع. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.